الاثنين 28 اكتوبر 2024. مرحبا بكم في موعد جديد من سبول ميكس. تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونسي نتاعنا وتشاهدونا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ. تلقاوها بدايه توت سويت على قناتنا في يوتيوب سونغون. تشاهدونا بالصوت والصوره. برشا مواضيع في الحصه نتاعنا اليوم. نعودوا على اخر استنتاجات الجوله السادسه للبطوله، ابرز ما صار فيها مع ضيوفنا اليوم. مختار دبوس مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بجميع ضيوفك ومتابعين راديونا. احمد الصالح، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سلام. شنو الامور؟ الامور يظهر لي بدايه اسبوع ساخنه خاصه على الحكام. مشيت تبعت ماتش خلصه الجمعه هذه ولا مشيت؟ ما انا اخويا باش نمشي بوجه مكشوف. وانت ده شو المشكل كي تقول الحق في معناتها في بعض الانديه تولي محروم من متعة أنك تمشي تشاهد التدريبات. تو من الصعب جدا أنك تمشي تشاهد التدريبات خاصة متاع الفرق الكبرى. وقت اللي أنت محلل كان من المفروض أنه الإنسان على الأقل يتابع جزء من التدريبات باش يكون تحليله فيه نوع من الموضوعية. تو حتى ما يتجرب مش حتى يدور في الليزالونتور متاع البارك أو ولا بي وإلا ما نعرفش. وكيفاش تنكر متاعك؟ فسرنا شوية تنكر يا أخو. خنخذ لاستيوس كابيش خنولي ونمشيو كيفك عطانا كابيش. هو صالح كي ناحي المرايات يتنك مولود به. حسام محمد حاج علي مرحبا. مرحبا بك سلام ومرحبا بالمستمعين الكل. شنو الامور؟ الحمد لله خويا صافا. الحمد لله. بعدت شويه عندك مديده، شنو فما شيء مازلت؟ لا تو بديت السيزون سليم. اي تو بدا التبديل و لا ان شاء الله الناس الكل تقعد. وكما قلت لك سلام ان شاء الله معناها قدره ربي معناها فما اكسبيرونس البر ان شاء الله على قريب. ان شاء الله ربي يسهل الاكسبيرونس في من الكلوب. انت قعدت معناتها قعدت مرتاح شويه عندك الكلوب يا اخي فامي برسك في جوان معناها تو سلام الحقيقه كما تعرف. بون عشتوا وقت يستاهل الراحه هذه. صحيت عام ونص في الكلوب تنجم ترتاح حتى ثلاث سنين ما يصيرش. طارق العبدلي مرحبا. مرحبا سلام ومرحبا مستمعي اذاعه مسك. شنو الامور؟ صافا لاباس. جيت تجري يا بارامون. سبورتيف انت مش ديما تكور ديجا. عملت شويه. باهي خليك ترتاح في عقلك تعمل دبوس امريكا كان تحبها هكا. باش نمشيو لصفاقس الاخر تطورات البارح الفتره هذه جايه من صفاقس بعد التعادل البارح بين السي اس اس وترجي جرجيس. برشا كلام على امكانيه التخلي على سانتوس. برشا من جماهير السي اس اس غاضبه على المدرب وعلى مستوى الفريق. باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع عند زميلنا وصديقنا في صفاقس فاضل ابو جناح. فاضل اهلا بك. مرحبا بك السلام. مرحبا بكافه الضيوف كافه المستمعين. شنو الامور؟ الحمد لله لاباس. سعيد جدا فاضل بتواجدك معنا. دونك انت متابع وفي ومقرب من كواليس السي اس اس. خلينا نبداو من الاخر الساعه. هل يمكن اقاله سانتوس؟ هل ما تروح على الفرضيه في الفتره الاخيره خاطر بدا الكلام يكثر في الموضوع هذا؟ بون السلام. هو للامانه العديد والعديد من معناها من الجماهير يطالبوا بالاقاله خاصه بعد مردود نتاع امس، لكن لانتونسيون حاليا نجم نقول لك ماهيش موجوده من قبل الهيئه المديره الإقالة المدرب سانتوس. وحتى معناها حتى ثم بعض الجماهير اللي يطالبوا أنه يقوم المدرب بالإصلاحات لكن مش بالإقالة، رغم اللي كما قلت لك ثم فيها واسع من جماهير الطالب إقالة المدرب هذايا، خاطر تقريبا خذا برشا وقت تقريبا 4 شهور معناها في التحضيرات، ولحد الآن نادي رياضي الشافعي عاجز عن إيجاد تشكيلة مناسبة وحتى معناها رسم تكتيكي واضح في المباريات نتاعو. كما قلت لك حاليا رسميا ما فما حتى شيء، لكن سانتوس موجود وهو المدرب تاع النادي الرياضي الصافي في انتظار قادم الايام اسلام. معناها ثم شكون يقول نعطيه الفرصه حتى المباراه الاولمبي البادي، ثم شكون يقول خليه حتى معناها ندخلوا به كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره قدم. لكن كما قلت لك نجموا معناها كما تنجم تقع الاقاله نتاعو كما ينجم يواصل، لكن لهنا نتاكد معناها من المؤكد انه الاقاله نتاعو مش باش تكون حل اسلام، لكن تنجم الهيئة المديرة تقعد معه خاصة تقعد مع المدير الرياضي اللي هو المسؤول على فرع كرة قدم في النادي الرياضي الصافي ويوضحوا العديد من اللقاءات خاصة في ظل الضبابية الكبيرة في الرسم التكتيكي ولا الاختيارات نتاع اللاعبين في التشكيلة الأساسية إسلام. وكنا شفنا أمس الناس كله أنه النادي الرياضي الصافي في الشوط الثاني ما هوش هو النادي الرياضي الصافي في الشوط الأول. تقريبا النادي الرياضي الصافي كان ضيع على روحه 45 دقيقة كاملين في المباراة هذه، وكانت تتغير العديد من الأمور لو كان بدأ المدرب بالتشكيلة اللي بدأ بها الشوط الثاني. والدليل إسلام لهنا معناها على فشل الخطة التكتيكية اللي بدأ بها المباراة هو قيامه منذ بداية الشوط الثاني بإجراء 4 تغييرات كاملة تقريبا
برسك نص التشكيلة اللي بدأ بها في المباراة، وهذا يؤكد أنه تقريب الاختيارات المبدئية الاختيارات كانت فاشلة وقع تداركها أثناء الشوط الثاني. إسلام معناه ظهالي حتى يحسبوا فيه حتى أمور مادية الهيئة باش تكلف شوية ظهالي قال أنت سانتوس في التوقيت هذايا. والله إسلام هي من المؤكد أنه باش تتكلف، خاصة أنه نادر هذه الساقفي متعاقد مع المدرب هذا عميق، دونك الامور معناها الماديه باش تكون صعيبه شويه اذا كان باش تتفاهم مع المدرب. لكن ناكد لك السلام انه حاليا الاشكاليه ماهيش ماديه بالاساس، لكن الاشكاليه حاليا معناها متعلقه بالمردود الباهت والمردود معناها الغير مستقر للنادي الرياضي الساقسي، وخاصه انه النادي الساقسي معناها ما تمكنش معناها من كسب العديد من المباريات اللي كانت في متناوله، خاصة ضد فريق ترجي جرجيف أمس. لو كان بدأ كما قلت لك التشكيلة المباراة بالتشكيلة المثالية وضد مستقبل جابس في جابس إسلام، وذوما تقريب زوز فرق كانوا يعني صعدوا من الرابطة الثانية الرابطة الأولى، النادي الرياضي الساقسي من جملة 6 نقاط ما نجمش معناها ما تمكنش باش يحصد أكثر من نقطتين في المواجهات نتاعهم، وهذه مسيرة ماهيش ما تنجمش تكون مسيرة نتاع بطل ولا نتاع وصيف في الرابطة المحترفة الأولى الكرة قدمنا سلام على خاطر ثم مباريات لتروح بوان فيهم معناها ما ماش نيغوسيابل، خاصة بالنسبة للفريق يراهن على المراكز الأولى في البطولة. سلام واضح، أعطيك الصحة، شكرا لك فاضل على كل هذه التفاصيل التي تتابعها الأخبار المتعلقة بمدرب النادي الرياضي الصفاقسي. محمد خلينا نبدأ معك أنت، السي اس اس معناها هل عادي يجي مدرب معناها جديد يحط أبرز الملاعبية مع الفريق اللي كانوا في الموسم الماضي، خاصة نحكيو على بشا بركات الحميدي البارح حتى كريستو شفناه أورليست رغم اللي سمعنا حتى ماهوش مصاب حسب المعلومات اللي عنده ما بيحط شيء أورليست، كنا حكينا عن الفرق الأوروبية تابع في بشا من أسباب وصول الفريق الكاس الكاف وتأهله، هل عادي يجي مدرب يقول لك حسب أفكاره هو يحط ملاعبية كما هكا على البنك؟ واكثر من هكا اسلام اللي معناها حسب نعرف اللي عملناه محمد الكوكي وقت اللي هو يدرب ديجا معناها سانتوس كلموهم حاضرينه معناها في الصيف باش يجي، ديجا تابع معناها مباريات النادي الرياضي الصفاقسي، معناها نورمالمون يعرف ليفيكتيف ويعرف الجوارات ويعرف احسن الجوارات في البيريود هذيك نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت توا بشا وبركه الحميدي الحقيقه نستغرب معناها مدرب يجي معناها الحقيقة ديما نقول لك الكرة ما نحبش فيها برشة فلسيف، أنت جاي مدرب نادي الرياضي الصفاقسي فما لاعبين كما بشا بركة الحميدي أحسن لاعبين في البريسك في البطولة عملوا، معناها تجي تحطهم على البنك وصبري بن حسين ما نسيوش صار مع صبري بن حسين فما حاجات ماهيش لوجيك، والحقيقة معناها لهنا خدمة المدير الرياضي معناها في الحاجات هذوما فما ثوابت في النادي الرياضي الصفاقسي، حتى مدرب بجم لازم نحكي معاه معناها نقول مش معقول معناها والله شوا تكنيك ما تدخلش فيه، مي فما حاجات في ليكيب ما لازمش تتبدل، الجروب الحقيقة يفسد كما قلت انت توا، نتصور اي مدرب كان جاي تونسي بقعة سانتوس راه تنحى الحقيقة، كما قلت جوانب مالية تنجم تدخل في الموضوع هذا.